السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولكن قبل ذلك يا رضوان، الآن نشاهد مصدر الصور التي تذهب مباشرة إلى الفار من كل الزوايا، ونبدأها بالهدف الغير شرعي للمنتخب الكاميروني، نشاهده من كل الزوايا والصور التي ذهبت إلى غرفة الفار. والتعليق لك يا سكريني. هنا قسامة أمام اللقطة، خلي شوف شوف هذه من جهة واحدة، هنا نزيد ونشوفوها، هذا ثاني إعادة ثانية. نشاهدها كاملة. خلينا نشاهد الصور مثل ما هي، تلك التي ذهبت إلى غرفة الفار يا رضوان. شوف وين يطبع فيه، شوف هاوليك ورا هاوليك حبس، خليها هكذا، حبس هكذا ستون، عاود خليها هكذا، زيد شويه خليها هكذا. اين هو قسامه؟ الفار خليني من قسامه، الفار قادر يحبس هكذا، عنده كل المعطيات. كان هنايا الا لما تسجل الهدف مباشره قسامه، وكان يتكلم مع الفار. لماذا لم يذهب الى غرفه الفار؟ ماذا حدث في غرفه الفار؟ انا لا ادري. شوف الدفع وراه، هاو الدفع وراه، هاو هنا الدفع على مستوى الرقبة، على مستوى الرقبة. شوف فيه والدفع ها وراه، لما وقعد خلي 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 كي تكون الكرة في يد، خلي حتى ولو ضربها بوكسها وكذا فيه دفع. انت تصفر المخالفة التي وقعت، مخالفة هناك لاعب كاميروني دفع مندي، ولما مندي لما دفع مندي، باسكو ما دفعش مندي ما شاء الله، بلا كان مبولحي كيطيح في الارض يزيد يطيح عليها في الارض، ولكن كاين دفع على. شاهدناه واقف ويتكلم ولم يذهب الى الفار، ولم يذهب الى الفار. شوف انا اعلن لا لا في صور اخرى اللي فيها خمس اعادات، مش هذه الصور. نشوف الصور اللي فيها خمس اعادات. شوف هذه، شوف الدفع وراه، يعني في الرقبه تاعو مباشره، تشوف يعني بارالو بالبرا تاعو في رقبته مباشره، يطبع فيه حتى وصلوا المندي. كيف انت هذه بلا فار تصفرها، بلا فار، بلا ما تروح للفار، بلا فار تصفرها. علاش ما علاش هاي كل الزوايا، خلينا نشوف كل الزوايا. شوف هاليك، هذو كاع الزوايا كانوا هاليك، هاليك ورا الزوايا. روح زيد شوف شكون اللي كان مافونسي للقدام، كان الديفونسير مولي اللور ولا لاتاكون مولي اللور؟ الديفونسير كان معناتها ان قوه لاتاكون كانت قويه على مندي باش دفعوا اللور. هنايا شوف أبلك زعفني بزاف قسامه، زعفني بزاف قسامه، لان هذه اسهل مخالفه يصفرها ويهني روحه، ما كاين حكم مبتدئ يصفرها، اي حكم يصفرها. هذه سا دوموند با مي با الفار، هذه ديريكتومون يصفرها. زيد زيد، ولكن لماذا لم يطالب الفار؟ زيد زيد، انا نزيد ناكد. لا نزيد ناكد. قسامه ماشي ما يعرفش، قسامه من احسن الحكام في افريقيا. فرق بين واحد ما يعرفش وواحد يعرف. تعمد قسامة يعرف يا ربيتري، قسام من حقه أنه يرفض الذهاب إلى الفار، يقول لك أنا شفتها هدف وما نذهبش إلى الفار. اسمعني، يقدر يجاوب غرفة الفار بهالطريقة؟ لا بد علي أنا، بصح هل غرفة الفار استدعات قسامة؟ هل غرفة الفار استدعات قسامة؟ لا بد علي. شفنا يتكلم في لحظة صح، دركا ولا صح رافلوري جيسترومو، هو هذاك هو الصح. والفيفا قادره عندها لان قسمه قانونيا وواجب عليه يروح للفار ومن بعد يتخذ القرار الذي يريده. بصح اذا خش راسه وما حبش يروح للفار، الفار ماهوش راح يجيبه بالسيف. روح تشوف، بصح يتحمل مسؤولياته.